السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. يجيكم نهار جديد وفيديو جديد. هذا النهار جيت غنشارك معكم هذا الفيديو، هو في الصراحه اللي هو فيديو خاص، اللي هو تابعوا معايا اخوتي من الاول حتى الاخر. ايوا، قبل ما نمشي على الطبيب تاع العينين، البنات شهوا لي واحد القصعه ديال البادات، كنتو كتشوفوا نهار هاد الدهنه راه طفيت مع الصداع، كنت كتبدا تخلينيش الصوت ديالي تسمع. ايوا، شكون اخوتي اخواتاتي العزيز علي النظافه بحال الدكاريح والمعينات بالزيكس ويدير الروينه في الكوزينه. الله العظيم ما كنحبش نحط بهم، كنبغي الكوكوتات كاملين نستفهم فوق بوطاجي ولا فوق البوطا. انا ما كنحملش اخوتي شكون اللي بحالي عزيزه عليه النظافه ما يحملش الكسكسو يكون مشتت فوق البوطا ولا في البوطاجي. هانتوما درت الطعام ديال الضرب كيف قلت لكم، هاكو كنت شعلت على دار الطعام فهاد تنهضر معاكم، عاد نشعل هذا الشيء باش طافياها. هانتوما تبارك الله بعد دسر شاركت معاكم شحال من مره، ومره كيجي لذيذ وزوين بصبع خضاري. ايوا خوتي، داعوا مع خوتكم الدكاليه، راني خوتي ضاراني عينيه، ماشي ضاراني الشوف، كنحس به نقص ليا بزاف بزاف بزاف. ما عرفتش واش مع التليفون، المهم المشكل اللي عندي انا والخطا اللي درت هو كنبقى نتفرج في التليفون بزاف وكنسهر معاه وكنبقى نبكي. داعوا معايا خوتي، وقليل عندي جلاله في العينين وراني خفت سناني كتفات مني. شحال مره درت البنج ما بقاتش حملت البنج والله. من الولاده ديالي والده بالفتيح سيزارين، والده بسميتو محيده اربعه الدرسه، دول العقل اللي محيداهم بالفتيح، وكنخيطهم كل الدرسه بالراديو وكنفتح، والخياطه ما كناكلش 8 ايام حتى لدرجه الراس ولا كيضرني بالبنج والله القاسم، ولي ترات عصبت لشي حاجه كيضرنا راسي، ما بقاش قديت على البنج والله العظيم. خوت راني مخلوعه بزاف 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 من كاع الناس اللي عاودت لي المشكل، كيقول لي الدكتور راه خاصك تمشي عند الطبيب، خاصك ضروري اقرب تشوف الطبيب تاع العينين. راه شفت التلفازه شي مرات ما كتبقاش تبان، الا تعصبت الشوف كيمشي صافي، الشوف كيمشي. الا بقيت نشد غير النمر ديال التليفون ولا بغيت ندخل هذا ما بقى بان لي حتى حاجه، والو والو. المهم اللي كنكون عادي شي شويه شي شويه الضبابه شي شويه، والاكثريه القرب. مازال الحاجه اللي كانت بعيده راه شويه كنشوفها، ولكن انا اللي شكيت في الجلاله خوتي كنبقى نحك، كياكلنا كنحكهم ولا كنحكهم كنبقى نشوف الضبابه، صافي كنبقى نشوف ما بقاش نشوف مره، صافي صافي. ولا تعصبت وقلت كي قلت لكم راه الخطا اللي درت انا وتحملت المسؤوليه ديالي وغادي نخلص، راه هو كنبكي بزاف ديما كتقول طارقه التليفون وكيبقوا فيا الناس. تلقى فيا شي واحد مريض كنبقى نبكي. اي حاجه اي حاجه كتاثر عليا، اي حاجه اي حاجه الى حاجه اللي قلت لكم اخوتي راه عندها واحد الصدمه. الا كانت الموت، يموت شي حد من الاقرب ولا شي حد، ما كنبكيش، كيبقى قلبي كيضرب يضرب يضرب يضرب، وكنمرض كنبقى مريضه شهرين ثلاثه كنبقى حالتي. ولا كان مثلا دخلت لها كانت شفت دخلت اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا لقيت شي حد مريض ولا شي حد مسكين واقع عليه شي مشكل، كنلقى راسي كنتفرج وكنبكي كنعيش معاه القصه. ونتمنوا من الله اخوتي اخواتاتي يكون خير، نتمنوا من الله يجيب الشفاء للجميع. وداعوا معايا اخوتي، رانا غادي على الطبيب تاع العينين، ما تكون عندي حتى شي حاجه يقول لي عندك لجله لا حتى شي حاجه. نتمنى من الله يقول لي نعطيك غير الدواء ولا شي قطيره ولا شي بوماده ولا شي حاجه وسيري بحالاتك. والله راني مخلوعه ما نعساش البارح. ها نتوما معايا اخوتي، بقاو معايا حتى الاخر ما تمشيو فين. ايوا اخوتي، دابا راني غادي نسقي الباداز ديالنا. ها نتوما جوج طفيرات، والثالثه عافاكم اخوتي، ديروا بلاستيك قديمه ولا السلوفان ونزمطوا عليه بشي لعيبه سوينيه ولا شي طبسيل بحال هكا حتى حتى يتزمط مزيان، والذره خاصها تطيب مزيان، ما تبقاش هذيك المروريه. حيت بزاف الناس كيقول لك راه كناكلوا الذره كضرنا في المصران. لا اخوتي، راه ما كضرش من المصران، كضر اللي بقات فيها اثر الخضوريه ديك المروريه ديالها اللي عندو المصران، راه كضرهم هادي. واخا تاكلوا منها اللي كلتو تاكلوها بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. ها السمينه مالحه، معلقه ديال السمن، السمن بالاعشاب اللي تشاركتو معاكم واحد المره صاوبتو، بزاف الناس كتبوا لي عليه قالوا لي بشحال كتبيعي بغينا. خوتي ما كنصوبش بزاف، كنصوب غير شي حاجه للكليه اللي هذا اللي شي حاجه قليله وصافي، والعائله وليا انا صافي. هنا الخضيره ديالنا القرعه، ها هي طابت القرعه طويله كوجيطه واش كيقولوا ليها، القرعه الرطيليه، القرعه الشوكيه، هنا اللبينه قرعه اللبن. ودابا غادي نسقيو، ها انتوما معنا خوتي
حضروا فيه حتى الناس والله ما كانوا على البال، قسما بالله السما مديرة بها الداز هما يجيو. المهم اللي جا مرحبا بينا، دايما كندير الكترة كندير بالزايد، ها هو باقي هنا ناقصين. هذاك اللي بغى يسيكو باللبن، ايوا الكسكاس ها هو عامر، بقاو معايا خوتي تنسقن. ايوا ها القصارية ديال الكسكسو ديال بها الداز، ماشي كسكس سمحوا ليا. ها انتما تبارك الله كي كتشهد، ها انت راك كتبان غير من النظر ديالو كتبان بنينه. ايوا واحد السمن، يا سلام. يوم تشوفوا الفيديو خلوا لي الكومنتات تقول لهم كي جاتكم القصريه، كي بانت ليكم ماشي كي جاتكم. غنسول الناس اللي غياكلوها ولا غنسولهم كي جاتهم. ايوا بقاو معايا. تحية لكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف بصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. تاني عاود نقول لكم السلام الجديد، حيت هذا الفيديو اللي كنت فتحت معاكم تقريبا راه جا السيمانه هذه، قلت ما نبقاش ندير لكم كل مقطع بوحدو نصوره لكم، نجمع كل شيء في مقطع واحد. هذا الشيء هو اللي كنعاود قلت لكم السلام. تحية لكم من جديد، نتمنى هذا الفيديو يكون تلقاكم في احسن الظروف وتمام الصحة والعافية يا ربي امين. جيت نشاهد نكمل لكم الفيديو اللي كنت قلت لكم اخوتي داعوا معايا عاد القصعه ديال الباداز، داعوا معايا. راه كنت غادي على الطبيب راني غادي على الطبيب وغادي وفيا الخلعه اخوتي، راني مشيت هذاك النهار مشيت على الطبيب ومشيت ومخلوعه واحد الخلعه شاداني، عاودتي قلبي كيضرب يضرب يضرب والله العظيم الدقه ديال قلبي كنسمعها في ودني والله العظيم بالخلعه، لان كتنسحبوش عندي الجلاله حيت كنت كنحك عيني، كنحك عينيا بحالو عرفت الضبابه ما كيبقى بان لي. ودوك اقسم بالله دابا راه كنشوف انا كنهضر كيبان لي غير الضبابه، كيبان لي وجهي ولكن ما كيبانش هذاك، يعني كلشي باين واضح، كيبان غير شي شويه وجهي راه كيبان ما كيبانش شي، كيبانوا العينين فين كاينين صورتي كدير بحال هكا. مشيت اخوتي وانا شاداني الخلعه، المهم الكليان اللي كيدخلوا الكليان اللي دخلت ولا الكليان كيدير معاه ساعه الا ربع ساعه مكاني، وانا ساعه ونص ولا جبت شي ساعتين، عرفتي قلبي كيضرب ضرب كيقلب لي عيني ويعاود يقلب لي عيني، كنقول له دكتور ما كاين عندي الجلاله، راه كنت عارفه، كيقول لي لا شكون قال لك جلاله ما عندكش، كنقول له ما فيا ما نفتح ما فيا البنج اخوتي والله كرهته حق الله الا كرهته، اربعه الدراس ديال العقل اللي محيداهم بالبنج كلهم بالفتيح والخياطه والبنج، ملي كينوضوا ما كيلقوش اتساع فين كيتيسعوا، كاينو كداك الجدار كيخرج لك تحت الدراس اخرين، وعرفتو تبحنت والله العظيم. وقال لي الطبيب لا بغيتي سنانك بقاو زوينين وبقاو مقادين، لان هذاك الدار وغادي يزحموا لك حتى الدراس زحموهم، كانوا سناني غيبداو عواجو. ركت واحد الوقت قبل ما ندير القناه كدرت لي باك باش رجعتهم فاش حيد الدراس ديال العقل، حيدتهم درت لي باك باش رجعوا كل الدراس وسنا رجعوا لبلايصهم، ما بقاش كرهت البنج وبقى كيضرني راسي والله. وعاد زيد هذاك البنج ربعات الدراس كلهم حيدان بالخياطه الراديو والخياطه، وتمنيه ما كناكلش، كنا غير داكشي ديال السوائل داك العويد ما كنقدرش نضغو، هذا الله يجعله من مغفره الذنوب. وعاود واحد الدرس راك تحيدتها شحال داك توريتها لكم، دابا راه صايبتها درسه وحده تاهي محيداها، والاخرين معمرام هادو معمرام كلهم البنج، فاش كيبغى الطبيب كيقتل العقل ضروري البنج ضروري، راكم عارفين اللي معمر الدراس ومحيد راه مجرب. هادشي اللي كاين اخوتي، ايوا راني جيت اخوتي مع هذا الطبيب، وراه جيت ربع ايام هادي مشيت درت الفيزيته وجيت وخرج ليا النضادر والحمد لله، واخا النضادر راه محمت وصراحه تصدمت ملي غيخرج ليا جوج نضادر، لقى الشوف القرب اخوتي مابقاش عندي لي نهائيا القرب مابقاش، يعني بزاف القرب مابقاش عندي قليل بزاف. علاش هادشي؟ شنو اخوتي اللي داروا؟ داروا هي الفراجه ديال التليفون، خدكم دوك اللي كتشد التليفون بزاف بزاف بزاف، غير كنشقاو شاده كناكلو حاطاه حدايا، كننعس كنبقى دايره التليفون بحال ما كيطفي الضو، داك الشعه ديال التليفون كينعكس على العين، راه كيدي الشوف اخوتي راه كيدي بزاف، وكنبكي. شنو اللي كنبكي؟ كنتاثر، كنكون داخل التليفون كنلقى شي حد يبكي، كنلقى كنتاثر كنلقى راسي صافرة الدموع كيسيلوا ليا، يمكن بحال عيني كنشوفوه هو اللي دا ليا الشوف. هادشي هو اللي كاين، نصيحه مني ما تبقوش تبكيو بزاف وما تبكيوش في الليل ونقصوا من التليفون. نصيحه من عند خدكم الدكالي، راه دازت عليا بالخلاعي، واخا تا جوج باش غادي ندير جنضادر خوت راه صعيب، قلت لهم الشرك لي يكونوا في يعني نضادر وحدين فيهم القرب البعد، قال لك لا
لعدي القرب ناقص ناقص ليا بزاف بزاف. عطاني هادو ديال القرب، ها هم هادو ديال القرب. انا واش ندير لكم كل مقطع بوحدو؟ شركت جمعت كل شيء. هذاك النهار في الغدا ما كنتيش نتغدى في غدا مخلوعه. هادو ديال البعد. دابا راه كتلاشتوني، كنت كنمشي للعروبيه وكنصور، وديما كتلقاوني دايره هكا وكنهضر، ولا كتلقاو مغمضه عينيك وقولي الدكري علاش كتغمضي عينيك، علاش كتجي مغمضه عينيك بزاف؟ راه ما كنقدرش نشوف الشمس لي نهائيا. هادو ديال البعد وفيهم حتى الشمس، هادو فيهم البعد وفيهم حتى الشمس. هادو ديال البعد كيشوفو مزيان، والبعد انا باقا كنشوف فيه مزيان، كنشوف في البعد واخا غير هادو دارني على قبل البعد وعلى قبل حتى الشمس باش نبقى نشوف عادي، ما نبقاش نكمش عينيا هكا وندير بحال هكا غاد في غادي ندير بحال هكا صور دايره معاكم بحال هكا. هادشي اللي كاين خوتي، هادو ديال البعد ها هم. بسم الله يلاه جبتهم دابا عند مولات نضاضه. هادو ديال البعد هادو، واخا داك الشعاع ديال الشمس ما كيأثرش ليا، راني جربتهم تم خرج عند مولات نضاضه قالت لي ديرهم فوق في شوفي في الشمس، يعني كنشوف في الشمس عادي، مابقاش كندير داك المشكل ديال هوك ولا كنغمض عينيا كنقوصهم بزاف. هادو ديال البعد وديال الشمس. هادو ديال القرب، دابا كنبان كنشوف مزيان، ايه كيجاو معايا. هادو ديال القرب دابا كتبان ليا الصوره ناصحه وبان ليا كل شيء. راه كنت شفتو كنت كندير سميتو لايف ولا شي حاجه كنلقى مشكل في التعاليق، كنبقى ندير بحال هكا كنبقى نحكر كنبقى نحكر. دابا الحمد لله ولات كتبان ليا، واخا كتبه صغيره كتبان ليا كبيره، كيبان ليا مزيان كنشوف مزيان. وهنا عطاني واحد سميتو النهار اللي مشيت درت الفيزي تاع الدوره تقريبا مع سيمانه ولا شحال، راه غير حيدت لها الباكيه ديالها نحسها. هذه ب70 درهم، هذه نديرها مده شهر مده 30 يوم، نديرها في الصباح وفي العشيه مده 30 يوم. واحد اخوتي تهلا في عويناته، ما كاينش اخوتي بحال نضر عرفتي شنو يمشي لك، والله القسم انا كنت مخلوعه وكنسحب واش عاد الجلاله. اكثر ملي كنشوف في التلفازه وكنحك عينيا هوك راه ما كيبقى دابا ليا اخوتي والو والو والو، عرفتي كيبان ليا صافي كلشي غير الظلام. وفاش سميتو كنتعصب تاني شوف كيمشي، وليت التليفون اللي بغيت اللي بغيت نشد شي هذا نمره خصني نديرو هوك نباعدو عليا عطا كنبقى الا درت هوك ما كيبقى ليا والو. القرب القرب بزاف 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 مشى. وتهلا اخوتي في عويناتكم، و كنقولوا الله يقاد الصحه والبصر مع العمر، حتى شي حاجه ما خاصها تنقصنا نمشيو كاملين على سيدي ربي ان شاء الله. اي حاجه نقصت في الصحه راه صعيب، غير بش سبع اصبع الا لا نقص راه ما خاصوش نقص، والله من الجسد صعيب، وبالخصوص نضر خوتي نضر كتاكل ما عرفتش شنو غادي تاكل. غدا في الزنقه ولات كنتلاقى مع الناس تيقولوا لي السلام، تقول لي تما كدرتها بس مشيش نقلبت علينا وجهك، اقسم بالله علي العظيم كنقول لهم راني راه مابقاش كنشوف قرب بزاف، راه ما كتبانوش ليا في بعد كنشوف مزيان، غير المشكل ديال الشمس ما كنقدش نحل عينيا، كنبقى ديما ندير بحال هكا كنقوص عينيا. دابا الحمد لله عينيا انت ندير سوق ما بقيتش شفت والو، صرت نهضر باش نشوف. والحمد لله البنت ملي كانوا شعدي بعدا عطاني محيد جلالك، كنت خايفه خوتي مخلوعه مخلوعه قهرني البنت، تولا كيضرني راسي ديما 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 داك بحال الصفار ديال كوكوت. انا البنت باش ربعات الدراس وعاد زيد هادو كلهم فوقانين معمرين، معمره شي ثلاثه هنا وثلاثه هنا وهنا لتحت لي الحمد لله مقايس سناني كاملين. وهادو خوتي راه بزاف ناس كيقولوا شنو مركبه سنانك، ما مركباش اخوتي، هادو سناني اصيلين ديال خاتكم الدكاريه، الواحد يطلع في سنيناتو درسها وحده اللي محيداها مركبه هي كتبانه هادي صافي، ماشي حيدتها كنت معمراها، والعماره ديالها الطبيب اللي كنت مشيت عندو خواها ليا بزاف، ملي عمرها يعني عاد نضقت عليه تفركات. هادشي هو اللي كاين، الاخرين كلهم ضريساتي معمرين ديالو معمراها مقاتله عليهم العرض كاملين. هادو سناني الحمد لله ما ماساهمش كاملين، هادو كلهم سنيناتي خوتي ما مركبه حتى شي ضرسه الا وحده اللي مركبها صافي، والحمد لله تهلاو في صحيحتكم في سنيناتكم عويناتكم وركيباتكم. هادشي هو اللي كان، والسلام عليكم اخوتي، ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم، وقبلوا على خاتكم الدكاليه، وراني مشغوله خوتي لا شفتوني مشغوله، راني عندي العرس تاع بنتي سالا كنوجد ليه مع التوجاد، راني خوتي جري والله العظيم ما كان سالي قالك شاش مابقاش نسيت الفيديوهات، ونتظر ان شاء الله الفيديوهات الماجين كلهم ان شاء الله نشاركوا معاكم التحضيرات حتى العرس من الاول حتى الاخر، العادات والتقاليد عاد خاتكم الدكاليه. سلام عليكم، ما تنساوش لايكات.